بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، المشاهدون الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في لقاء جديد من مزاج سوداني. نرحب بضيوفنا الأعزاء الأستاذ زبير سعيد، رجل الجميل، مرحبا بك، والموسيقار دكتور أنس العاقب، مرحبا بك، والفرقة المحترمة جدا من الموسيقيين الكبار، مرحبا بكم وكل سنة وانتم طيبين. حي السودان بلد مترامي الأطراف وبلد كبير، دائما البلاد الكبيرة يعني بيحصل فيها تداخلات كثيرة جدا على المستوى الثقافي وعلى المستوى الإنساني أو الاجتماعي. بلدنا واحدة من خصائصها التنوع الثقافي الكثير الموجود داخلها والتفاصيل الكثيرة. هذه التفاصيل نحن كموسيقيين عندنا لها خريطة فنية براها كمان قايمة بذاتها. يعني عبر هذه الحلقة حنعمل سياحة في السودان، حنمسك قطاعات السودان المختلفة ونحاول نطوف في سياحة عبر خريطتنا الفنية الموسيقية إن شاء الله لهذه الأمسية. وبسم الله نبدأ. حقيقة لابد من تحية في البداية للموسيقار الكبير أستاذنا حافظ عبد الرحمن، هذا الرجل الجميل صاحب المؤلفات والعطاء الكبير، يعني نتمنى له دوام الصحة والعافية ونرسل له التحية من هنا. نقول له رمضان كريم، كل عام وأنت بخير وأسرته كريمة. ويعني حافظ عبد الرحمن عندنا يمثل كردفان بشكلها المعروف يعني، فيعني قدر عبر مؤلفاته كثيرة إنه يسوقنا في سياحة عبر كردفان، يعني ودانا مناطق مختلفة في كردفان. لذلك نحن حنبتدر هذه الأمسية بواحدة من أعماله حتى نلتقي.
يا سلام استاذ زبير، دي كانت بدايه هذه الحلقه من كردفان. واحده من الجماليات المهمه جدا اللي بتشكلها الموسيقى في التفاعل اللي بتحدثه في هذه المجتمعات. يعني الموسيقى البحته ودور الفن عموما والموسيقى بشكل خاص، يعني احداث التفاعل ده حاجه مهمه جدا في الحياه الاجتماعيه. وافتكر انه بالطريقه دي احنا قدرنا نلملم كثير من الاطراف. يعني او قدرنا نحل كميه من القضايا والاشكالات عبر الفنون. فما رايك في هذه التفاصيل المهمه؟ الله، في البدايه تحيه لصديقنا واستاذنا حافظ عبد الرحمن مختار. من له الصحه والعافيه. الاشاره المهمه اللي عايز اقولها انه حافظ وجدان مشترك ما بين بارا وما بين نيال البحير. نعم. حافظ جزء برضه من نشأته وجزء ارتباطه بطفولته ارتبطت بنيالة. وبرضه في عدد من المقطوعات اللي ألفها حافظ عبد الرحمن أو حتلاقوا شخصيات هي من نيالة، عشان كده حافظ ربط ما بين دارفور وما بين شمال كردفان. واللي قدام حافظ قدم مقطوعات موسيقية أقرب إلى القومية، الأيام الخالدة، ضي الشموع، تكرر إنه فيها البعد القومي يعني أكثر من كده. فالموسيقى في شكلها البسيط ده هي يعني برضه هي الانيس بالنسبه للناس البسطة ديل. يعني اذا مشينا لهنا في الغرب بنلقى انكيكي دي آلة مخيفه بيعزف الراعي براو كده، يعني هو بيتونس بيها. نعم، بيتونس بيها في وحدته، في الخلاء، في الخلل البعيد، في الحته الموحشه دي بيخلق بها جو بتاع الفه حتى بينه وبين البهايم اللي هو بيرعاها ذاتها، في حوار مشترك، القاسم المشترك بينه وبين البهايم بتاعنه ديل، الآلة بتاعت الكيكي دي. نعم. فبيخلق بها درجة بتاعت هدوء، بيخلق بها درجة بتاعت توازن، هو ذاته بيتصالح فيها مع الوحدة الموحشة، يعني صحراء قاحلة في حتات بتكون صعبة جدا، لا في طريقة بتاعت الراديو، لا في طريقة بتاعت التلفزيون، ولا في طريقة بتاعت زول ذاته تتونس معه، هو بيكون زول ممكن يكون براه وفرد. فأنا أفتكر إنه الصوت بتاع الموسيقى في الولايات، في المناطق اللي شعرت بالغبن وشعرت بالتهميش، أنا أفتكر إنه تم تهميش أصواتهم الإبداعية. يعني نزل ما ارتفعت أصواتهم المطلبية بالسلاح بالحروب إلا بعد ما المركز حقيقة تجاهلهم وتجاهل مساحة إنه فنون وإبداعات، ويشوفوا نفسهم ذاته من خلال الاجهزه اللي احنا بنطلق عليها قوميه، لكن لما نجي نلقاها بنلقاها مسيطره على المركز يعني. فلذلك انا افتكر انه الاهتمام بانسان الريف بموسيقى وابداع انسان الريف، انا افتكر ده المدخل السليم للسلام الحقيقي، السلام في بعده الاجتماعي مش السياسي، اللي هو بيخلق الاستقرار الحقيقي للسودان. وسبحان الله هذه المناطق يعني اللي فيها مشاكل وفيها تفاصيل دي غنيانه جدا بالارث الفني. نعم. صحيح. والثقافي، عشان كده. نعم. يعني زي ما قلت يعني لابد الفنون هنا تتمدد في المجتمعات دي وتلعب دور اصيل في انها تنقل الناس من يعني تفاصيل كثيره جدا تودون لقدام ثقافه السلام وتاسس. نعم. لمفاهيم كثيره جدا. يا دكتور انس، كردفان كمنطقه مليانه بالتفاصيل الفنيه العاليه جدا، سلالم موسيقيه مختلفه، تناول موسيقي مختلف، مفهوم موسيقي ذاته مختلف. واكبر دليل للتجربه بتاعت حافظ عبد الرحمن وعدد من التجارب جات من كردفان حنتناولها هسه. يعني الاستاذ حافظ عبد الرحمن ربنا يشفيه ويمتعه بالصحه والعافيه، واحد من المتفردين في الموسيقى السودانيه، واهتم جدا بآلة النفخ، كانت ريكوردر سووها صفار يعني، وسمعنا له اول مره في شعار التترات بتاع دنيا دابنجا. وبعد ذاك بدأ ينطلق وتكبر معاه أفكاره وتكبر معاه طموحاته، وقاس كثيرا يعني عشان يتفرغ، لأنه كان أفندي. وأنا سعدت جدا بأنه يعني حافظ فاتته الدراسة في الكلية و نجحت في انه نعيد طالب ويتخرج ويكون يعني رساله البحث بتاعه انا المشرف بتاعه يعني.
فعمل بحث ممتاز جدا جدا. لكن حافظ يعني هو انموذج للموسيقار اللي بيحب فنه، اللي بيحب وطنه، اللي بيحب اسلوبه في يعني يقدمه للناس. ولذلك نجح في السودان في الشمال، يعني احتضنوه ناس في الشمال، يعني محل المركز ومحل التلفزيون والاذاعه وبتاع، وعمل صداقات كثيره جدا جدا، وعمل بعدك اوركسترا كبر المساله يعني. واستطاع ان ياخذ من التراث. هذه المقطوعه هي في سلم ماينر واضح ظاهر كده، والسلالم الصغيره دي جذابه جدا جدا، خاصه لو دخلت لها الحساس بتاعها يعني حاجه كده، خاصه لو يعني اديتها عمق اكثر في التلوين والتنويع وكده. فاخذ تجربه في تجربه كبيره جدا جدا، استطاع ان يقتحم العالم ده شرقا وغربا، لان كل ما لاقيه لا جيت من جنوب افريقيا، جيت من اليابان، جيت من كده، وبالفلوت بتاعه ده يعني شفت كيف شايل النوتات بتاعته ماشي. ففنان زي ده يعني لازم برضه نرجع نقول نحن هو حافظ للتراث، لكن نحن ما حافظين لنحافظ على هذا التراث في المركز يعني. ويعني اذا كان هو نموذج بتاع انه يقدم لنا شغل من كردفان يعني، ويخفض صوته، مع انه المفروض يكون الاسطوانات دي موجوده في اوروبا، حافظ ابراهيم، حافظ عبد الرحمن، حافظ عبد الرحمن موجوده، عبد القادر السالم، عبد العزيز مبارك موجودين، موجودين يعني موجودين، في كثيرين غير محمد الريح ده كلهم موجودين يعني، ما موجودين في السودان تصور يعني، ما بتلقى الاسطوانه ولا الشريط ولا بتاع فين. احنا ما نحن يعني عشان كده قبلك الاستاذ انه نحن لازم نفكر بجديه، وما نترك المساله للدوله، وفعلا المبادره الشعبيه، وصلنا نحن لازم وتكون في كل الاتجاهات يعني، ليس فقط في الموسيقى البحته والغنى، تكون في الشعر، تكون في التمثيل، تكون يعني المبادره كده. ونحن كمصغين نحن كمصغين ونعمل مسابقه باسم عبد حافظ عبد الرحمن يعني، يستحق والله. ونحن كمصغين بالذات لازم نركز على هذه الاشياء، ونحييه يعني الراجل، هي كبيره من هنا نعم، واكيد نحن موعودون يعني ان شاء الله بانه نمشي عليه ونسجله زياره ان شاء الله. لكن قبل ما نمشي نغادر كردفان، خلونا برضو نحيي الدكتور عبد القادر سالم. نعم. هذا الفنان الكبير، انا افتكر انه الناس عملوا توازن، نقلوا يعني صنعوا تفاصيل مهمه جدا في المركز، ونقلوا يعني ثقافه كبيره جدا وحتى للعالميه يعني. فناخذ نموذج يعني انا في المانيا مشيت لصاله كده فيها عشرات الالاف من الاسطوانات في ذلك الزمن، الثمانينات يعني في ذلك الزمن، فالقى اسطوانات عبد القادر السالم، اسمه ملك المردو، ذا كينج اوف مردوم يعني. نعم. وبتتباع، وعنده مستمعين اوروبيين يعني يحبوه الموسيقى بتاعته يعني. صحيح نعم. شمال كردفان بالضروره فرقه فنون كردفان واسرع، يا سلام، وابراهيم موسى ابا، اكيد وصديق عباس، وعبد الرحمن عبد الله، ومبلين السنوسي، صحيح يعني ديل قدموا للمركز ده وقدموا غنى يعني عجيب، كل واحد منهم يستحق حلقه صراحه يعني. كل واحد منهم يستحق فعلا حلقه كامله عنه ان شاء الله. اكيد عبد المزيد السوداني ممكن نتجاوز هذه القامات الكبيره كلها ان شاء الله. طيب احنا هناخذ نموذج واحد من اعمال دكتور عبد القادر سالم، نحييه من هنا.
طيب ده كان نموذج لعمل من اعمال في كردفان. التفاصيل الصغيره دي بتفرق، يعني كردفان مليانه بتفاصيل فنيه كثيره. بيظهر الكلام ده في النغم، طبيعه النغم بيصور يعني الحنيه. وقبل دكتور انس اشار الى يعني سلم الماينر بالحنيه اللي فيه موجوده. فانا افتكر انه الناس دي قدروا يصوروا واقع كردفان. صحيح. يعني اي زول بيسمع الموسيقى دي بيعيش كثير من اللحظات والتفاصيل عن كردفان وعن الحاجات دي. انا افتكر انه يعني ان احنا نجحنا اجمالا في السودان كله فنيا في انه احنا نصدر ثقافتنا سواء كان للمركز او من المركز الى العالم. يبقى معناتها ان احنا ما عندنا اشكاليه في صياغه تفاصيلنا. طيب ان احنا محتاجين انه نقدم نفسنا للعالم بشكل. المشكله وين يا استاذ زبير؟ والله المشكله في انه نحن نحترم موروثنا الشعبي ده، نحن نحترمه هنا عشان الاخر يحترمه. نعم. ناسس لي يعني انا فاكر انه يعني انت ممكن تصدر مانجا ببساطه شديده طول العام. السودان عنده قدره على انه ينتج مانجا في مواسم مختلفه، يعني في ابو جبيها، في طيب. في شندي، في دي. انا ما افتكر انه يعني اذا كان نحن عندنا مشكله في اننا نصدر مانجا، عندنا مشكله اننا مشكله نصدر مانجا، فبقى عندنا مشكله كبيره في انه نصدر ابداع وفنون للاخر. كردفان دي المفروض نقول فيها كلام. شوف المناطق اللي فيها ثراء لحني وتنوع ايقاعي، دي اكثر المناطق قدرة على انها تتقبل الاخر. لذلك بنشوف القبائل اللي نزحت من مناطق مختلفة من الوسط او من الشمال واستقرت في كردفان اصبحت جزء من النسيج الاجتماعي في كردفان بسرعة شديدة وببساطة شديدة، واصبحوا هم ذاتهم يقولون احنا ناس كردفان. نعم. فانا افتكر انه ده ثراء يعني في الشخصية الكردفانية نفسها. يعني الانسان كردفان نفسه هو غني جدا، غني بالقيم وغني بالابداع وغني بالفهم وغني باحترامه للاخر وغني بقدرته على تقبل الاخر. انا افتكر انه المسائل دي ارضيه ما جايه من فراغ. نعم. دي ما تاريخ ودي ما حضاره، ده ما ارتباط بارض. ارض عندها القدره على انها تنتج وتقدم انسان خلاق ومبدع. يعني اللي قدمته كردفان بس للمركز من خلال مجموعه من الفنانين يجعلها في واحده من مقدمه المدن او الولايات في السودان. نعم. فعشان نحن نقدم الصوت ده للخارج وبالشكل المؤسس وبالشكل اللي يقبله الاخر، افتكر انه يعني حافظ عبد الرحمن، احنا اصدقاء فتره كان بيمشي محد العالم العربي في فرنسا بشكل راتب، كان بيمشي بيشارك بيقدم. معظم المجهود ده للاسف الشديد مجهود فردي. فاتح حسين كان بيقوم بمجهود فردي. يعني ناس دي بتلقاها جاري وتلهس وتلاحق المسؤولين عشان يجيبوا تذاكر للفرقه بتاعت الموسيقى، مع انه ده ما شغلهم، ده ما شغلهم، هو شغله ينوت شغله ده، يظبطوا يختار العازفين الجيدين اللي يشارك بهم، يجيبوا له تذاكر ويركبوا احسن طياره يمشي حساس انه يمشي يقدم. لكن المبدع السوداني بيلهس ورا المسؤولين اللي للاسف الشديد في كثير جدا من تجاه المبدعين، الابداع والمبدعين ما قاعد يكونوا مسؤولين، ما قاعد يكونوا مسؤولين بالقدر اللي يتناسب مع مطلوبات وظيفتهم واهميه دورهم. لان المساله ما عربيه كده قدام نجده وبيرك، المساله مساله بتاعت وعي بامكانيات بتاعت شعب. لابد ان وزاره الثقافه والاعلام لابد انها تنهض يا اخي، لابد انها تنهض، ولابد انها تكون وزاره سياديه، لانه دي الوزاره اللي بتقدمك للعالم، ودي الوزاره اللي بتقدم ابداعك للعالم. العالم كله اصبح الان ينظر الى جراحات الشعب السوداني، الحرب في دارفور، المجاعه ما عارف وين، السيول اللي كسرت وين. نحن ما قادرين نقدم، وكان عندنا ابداع خيالي، لكن وين المسؤولين اللي بيتبنوا المسؤوليه ويتحملوها بشكل اخلاقي عشان يقدموها للعالم؟ يا سلام. انا افتكر انك انت الغيت يعني يعني نقول حجر في بركه، وتكلمت كلام يعني المفروض بعد ذا الناس تسلط الضوء على التفاصيل دي، لان تفاصيل مهمه جدا احنا بنطرحها عبر مزاج سوداني والكوره في ملعب المسؤولين وكل الناس الجهات المعنيه يعني. طيب حنقول حاجه للشريك، نمشي على شريكنا الحبيب، واحنا بنتباهى يعني بنتباهى بهذا يعني الجمال الموجود في السودان وهذا التنوع الكبير. نمشي نقول حاجه من الشريك ونجيك راجعين يا دكتور انس.
درس نموذج، نموذج للقومية. يعني عندنا ناس عمل عزفوه ناس من مختلف بقاع السودان. صحيح. كل واحد اداه احساسه واداه يعني تفاصيل جميله وحياه جميله جدا جدا. طيب يا دكتور انس، ارتباط موسيقانا المحليه بممارسات فعليه اداها بعد ثاني، يعني مثلا معظم الايقاعات اللي عندنا والتفاصيل اللحنيه مرتبطه باستعراض فيها رقصات وفيها تفاصيل وكده. هذه الرقصات والتفاصيل المرتبطه بالاعمال دي والطقوس دي ادتها بعد جديد، بعد موسيقي فني مختلف. نحن طبعا حسي اهتمينا بالجانب الموسيقي. نعم. لكن هي طبعا ما مكتمله، يعني هي فيها غناء وفيها رقص وفيها. نعم. ايقاعات وكذا. نعم. فيها رغم انه اللحن بتاع شرق الهند بسيط جدا جدا، عبارتين بس ما اكثر من كذا، لكنها مليانه، لكن يعني في زخم بتاع شغل ثاني يعني مضاف يعني. صحيح. وده بيذكرنا بانه نحن بنشتكي يعني. تفضل الاستاذ الزبير سعيد، يعني انا دار اطلق يعني مقوله كده بانه ما نحن ما نعتمد على الدوله الحاليه دي او الدوله اللي بتشبهها، حتى كان جات مدنيه والله كان جات بتاع، ما هو نفس المنتاليتي. يعني نحن يجب ان ننعش فنوننا بذاتنا في كل حته، في كل منطقه نعمل جروب صغير وبعدين يكبر يغطي مدينه ويغطي مدن ويغطي ولايه ويعملوا مهرجانات وبرامج. يعني ما ممكن فاروق حسني وزير الثقافه في مصر ظل وزير ثقافة 20 سنة، وفي الوقت ده اتغيرت 7 وزارات إلا وزارة الثقافة. في أي واحد من 17 محافظة في قصر ثقافة، وفي مسرح، وفي فنون شعبية، وفي رغبة مسرحية، وفي مكتبة وسينما. دي كلها عملها فاروق حسني، غادر الوزارة دي وبصر فيها 50 متحف. انت عارف يا ياسر ان احنا ما عندنا متحف اسلامي؟ نعم. ما عندنا 3-4 لوحات قاعدات في 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 المتحف ما عندنا. يعني انا ما عارف يا استاذ زبير وشنو يعني احنا نغادر الدنيا دي وما نكون قدينا البشريه دي الحاجه المفروض نديها لهم. فنوننا معروفه انها مختلفه ومحبوبه، يعني بيغنوها في اوروبا وبيغنوها في الخليج وبيغنوها في من الـ من الـ من الـ من الساحل للساحل، من الصومال للسنغال. ده ما بيحفزنا عشان نقدم فنوننا دي اللي قدام؟ يعني نحن ليه ما بنشترك في المسابقات بتاعت الافريقيه؟ ليه ما بنشترك فيها؟ يعني بقول لك فلان فنان افريقي الاول، من وين؟ شارك وين؟ عشان يكون فنان افريقي الاول. ما شاركنا، نحن ما قاعد نشارك، بيطلق المسائل بلان كده، لكن لو شاركنا بنفوز، لانه نحن ما مهتمين. هم ما دارين منك، ما دارين سيمفونيه الكمان جدي والبتاع ده، خلاص كفايه وزول يغني، الناس بيقدروا الباقي. يعني الكوره دي بتاعه السنغال وبتاع دي حايمه العواصم العالم دي كلها. صحيح. والناس بيجوا ناس السنغال، بيجوا المواطنين العاديين شغوفين بان يشوفوا الفن الجديد ده. طيب في نيويورك وفي طوكيو وفي باريس وفي دلهي وفي حتى نحن ده ما عندنا. نحن الفنان بيمشي يغني للسودانيين، تقف ويجي راجع. يا سلام. فنحن يا استاذ الحسن على السياحه دي فتحت اذاننا، يعني حتى البرنامج ده بعد شويه الناس حيفكروا في انه ولين عندنا موسيقى جميله زي دي ما قاعد نسمعها. نحن بنسمع غناء مكرر 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 باصرار يعني، وما في زول داري يقول للناس الحصد شنو؟ الحصد شنو؟ ليه بيحصل كده؟ قناه عملت برنامج نجح صمها وكده نجح، الثاني عمل زيه، الغناء الثاني عمل زيه، الغناء الثالث عمل زيه، الغناء الرابع عمل كده. بقت المساله محاكاه وما في يوم انا ما سمعتها واتمنى الناس الشروق ديل يتبنوا الحكايه دي مهرجان للغناء الشعبي.
ان شاء الله ان شاء الله هم يسمعوا فينا نقودوا انا وانت والزبير ومعنا اخرين وكنا نقودوا جدا ونلقى بنلقى بنلقى رعايه وبنلقى يعني من يدفع يعني. طيب نحن انا عايز ان شاء الله رسالتك تصل وصوتك يوصل ان شاء الله، لكن اذا نمشي ننتقل لجزء برضه حبيب من السودان هو الشمال. الشمال ده فيه تفاصيل برضه حميمه جدا وفيه نمط من الانماط المهمه اللي هو الدوبيت. الدوبيت واحده من التفاصيل. طيب حتى الطيف رحل خلاني في المي ماينر. قبلها سألنا حاجة للشرك. نعم. أستاذ زبير وأنت يعني علاقتك بالشرك طبعا معروفة يعني. نعم. أنا والله مربوط. كلمتين. أنا مربوط بالشرك. الاثنين أنا أصولي أنا نوبي من الشمال. نعم. لكن مولود في الشرك. نعم. مولود في شرق السودان، مصغر راسي شرق السودان. نعم. وتاريخيا طبعا الشريط ده كله مربوط، دي كلها دولة كوش. نعم. يعني أفتكر إنه البيجا والنوبة أولاد عم يعني. صحيح. ودي بتظهر في النغم بالمناسبة، الغناء النوبي وفي الغناء البجاوي. نعم. بتحس البرناون قريب لبعض، والنغم والحنية العالية برضو، درجة الحذر العالية يعني. أهلنا في الشرك حذرين جدا، حذرين جدا، ما بدو ظهرهم لزول بالساحل. والحنية في الشمال يعني برضو نقول تحية للسير عثمان الطيب ومحمد كرم الله، محمد الفنان الكبير محمد جبارة كان إنه في الطيف. الالتفات للشرك انا بفتكر انه ما حقه نخلوه بالنفس السياسي. نعم. احنا محتاجين الشرك ده نسمعه، لانه هسه في ناس ما بينتبهوا للشرك ده اللي يكفي الطريق بتاع الشرك ده. لكن انا بفتكر انه الافق تجاه الشرك مقفول لفتره طويله. صح. اخلقوا حوار مع الشرك، عملوا تواصل مع انسان الشرك، لانه انسان الشرك عنده يعني قدم كجراي وتوفيق صالح جبريل وابو امنه حامد. يعني انا هختم بكلمه واحده بيقول أبو أمن حامد، يعني مغولة بيقول ساخر، يعني بيقول نحن أهل الشرق تأتينا الشمس أولا. يا سلام. نحن أنا الشروق عندهم، نحن الشرق تأتينا الشمس أولا، فنأخذ منها ما نريد. يا سلام. ثم ندعها للآخرين أرملة أو مطلة. يا سلام يا سلام. طيب ونحن بعد ذاك إحنا مشينا على الشمال، طبعا تحية لكل أهل الشرق. أنت والله يعني ما خليت حاجة للشرق يعني. من بص صوتنا برضو من حي أهلنا في الشرق وفي كل السودان، وتحية برضو لأهلنا في الشمال وعملنا الدوبيت. نعم. أنا عايز أقول إنه يا دكتور أنس، يعني الثقافات البتية مارقة من المجتمعات دي، زي الدوبيت مثلا كواحدة من أساليب الأداء الموجودة في منطقة الشمال السودان كثير يعني، بشكل كثير يعني، رغم إنها موجودة في حتات متفرقة، لكن خلينا نأخذ الشمال كنموذج يعني. نعم. أنا أفتكر إنه الأنماط دي قدرت تنقل لنا تفاصيل بشكل واضح جدا، تفاصيل البساطة في المجتمعات دي،
والتلغائيه والمباشره، حتى في القطع الموسيقيه، حتى في الاغاني بتاعتهم، اسلوب يعني كل المنتوج الثقافي الموسيقي المارق من الشمال مارق بالبساطه دي يعني. نعم. التلغائيه دي يعني. نعم. الشمال والوسط عبقريته تكمن في انه في الايقاع وفي اللحن البسيط وفي الشعر الراقي. يعني انت لو شلت ديوان الحردلو لازم تشوف لك معجم عشان تشوف قدر ايه اللغه دي راقيه يعني. يا سلام. ف يعني انا كلها عندي، لكن بقعد مرات ما تفتش انه دي هذه كده. عشان كده الغناء في شمال وسط السودان، حيث ان هذه المنطقه هي المنطقه الحضاريه من زمن سحيق جدا جدا لغايه ما سقطت الممالك النوبيه في القرن السادس عشر، بدايه القرن السادس عشر على سنابك السلطنه الزرقاء والعبد الله يعني. الفن في الشمال، وانا من الشمال، خماسي صر كده يعني، خماسي باشكال عديده جدا، تقال الشعبيه، وبعدين في التدوين تكتشف حاجات غريبه جدا. نعم. انه هذه السلالم هي تموت للكنيسه العربيه زمان جاتنا، وخلفت لنا بعض الاشكال، اشكال من اشكال الغناء، الترعيش يا استاذ سعد، الترعيد في الصوت زي ما عند خيدر بشير. نعم. زي ما عندي من الباديه مثلا. المناطق دي كانت زمان هي مركز للكنايس، فيها كنايس وكذا، قصدي للسوبه يعني. عشان كده التطور الحضاري ده رفع من درجات الوعي عند الناس الشمال، ما عاد نستثني من الرباطات فوق كده لغايه حلفه، ده البراهم، ده عندهم شغل براهم يعني، ايقاعاتهم براها، لحانهم براها، الحلفاويين والمحس والفعل البراهم. لكن لما تيجي انت ماشي كده لغايه ما تصل قريب فينا في الخرطوم، دي الحضاره الخماسيه اللي هي ما عندهم غير الدوبيت والانشاد واغاني الافراح واغاني المناحه والاغاني العاطفيه الثانيه، ما عندهم غير. لكن تلقى طوالي اول ما تمشي من مدني تمشي كده على سنار مثلا اختلفت، بقى في سراء لحني وسراء ايقاعي واصيل. نعم. اصل يعني اصل، انت لو تشوف المناطق تخش فيها قبل ما تجي العربيات والبتاع ده، محافظه على تقاليدها. انا عشت هناك في دارفور، وشفت جبل مره ومشيت لغايه جبل النوبه، يعني ما بتتخيل انه انا حضرت لي كم سهره كده قمريه يعني في سلاره، شيء بهيج يعني، بهيج دخلت رقصت يعني معاهم يعني. فهناك في سراء لحني، هنا في الشمال في استقرار فني، بقى عنده تباقاليد وكده، وده الاثر زي ما زمان بيحتجوا علينا فنونكم مذاعة وافلامكم وغنائكم مذاع وكده، ونحن مهمشين وكده. عشان كده اللي بنعمل فيه حس ده هو كسر لاحتكار الثقافه. يا سلام يا سلام، ده كلام عظيم جدا جدا. طيب ونحن ماشيين في الجزء الاخير من حلقتنا، لمنطقة غنية جدا جدا، لمنطقة النيل الأزرق، منطقة مليانة بالتفاصيل الفنية. والتحية في شخص يعني النيل الأزرق كلها في شخص الفنان سبيد عثمان، احنا بنحييه من هنا وناخذ نموذج من الأعمال الجميلة دي.
ده نموذج جميل جدا جدا من النيل الازرق، بيورينا حتى شكل الحركه ذاتها في النيل الازرق عامله كيف، حركه الناس، حركه الشارع، حركه يعني انت من خلال حليمه بتحس بكثير من التفاصيل، فيها صور ممكن تشوفها بالعين وبتحسها بالقلب. يعني هو مجتمع النيل الازرق مجتمع رعوي زراعي من الدرجه الاولى، مجتمع غني بالتفاصيل. نعم، يعني الثراء ده ذاته جاي من البيئه وجاي من الطبيعه وجاي من العمق التاريخي لانسان السلطنه الزرقاء. يعني هذا نعم. تاريخ عريق جدا وتاريخ قديم جدا، تمثل وتجسد في كثير جدا من انماط الفنون. لكن انا افتكر انه الى الان، الى اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها دي، افتكر انه النيل الازرق ما اكتشفت. صحيح. يعني لسه، يعني جانا سيد عثمان ربنا يديه الصحه والعافيه، وجانا عاصم الطيب، وجانا الجمري حامد، وجاتنا نماذج. لكن انا افتكر انه دي لا، يعني رغم الاضافات الكبيره اللي قدموها، يعني سيد ده من الحاجات اللي التاريخ هو واحد من اميز عازفي العود. سيد عازف عود ممتاز، الاساتذه الموسيقيين اللي يعرفوا هذه الحقيقه. نعم. ورجل موسيقي ممتاز رحب احساس، يعني حليمه دي يعني زين النشيد الوطني بالنسبه لاهلنا في النيل الازرق. يا سلام. فلذلك يعني دي منطقه بتحتاج برضه الناس يسلطوا على الضوء ويسمعوا صوتهم. يا جماعه نحن بننبه ثاني السياسيين، يا جماعه اسمعوا صوت المبدعين والموسيقيين والفنانين عشان ما تسمعوا صوت الرصاص. يا سلام يا سلام. وانا افتكر انه هذه المناطق يعني بتشهد يعني فيها مشاهد ثقافيه كبيره جدا جدا، حرام انه يعني تطلع منها بدل المشاهد الثقافيه والجمال اللي بنشوفه فيها هذه الاحداث الغريبه اللي بتمر عليها. يعني تشبه واضح. استاذنا انس، احنا في ختام حلقتنا دارين اجمالا نوصف الحركه الثقافيه في السودان، هذا التنوع وهذا هذه التفاصيل. ليه نحن كفنانين ما عندنا مشكله في ان نوجه خطاب يجمع كل الناس كفنانين؟ المشكله دي حنحلها كيف يا دكتور انس؟ لانه نحن في ثقافتنا السياسيه ما مهتمين بمساله الثقافه اساسا. نعم. ربما يعني عمر حاج موسى، بعض يعني محاولات فرديه، وزيرين كده اهتموا بالمساله دي وفاتوا يعني. لكن ما تاسست فلسفه هذا الوطن المترامي الاطراف المتنوع، تنوع خاص يجمع بين عروبة ويجمع بين أفريقانية ويجمع بين أعراق مختلفة وثقافات مختلفة وأصيلة ومنافسة. يعني الفضاء ده ما لسه ما خربه، انت كيف؟ وأنا أذكر مقولة لأستاذنا محمد خوجة لصالحين، رحمه الله، قال إذا التلفزيون السوداني أخفق في أن يصل إلى أقصى قرية، الفضاء بحل محل التلفزيون، وبذلك ثقافتنا بتضيع. فحق الناس ينتبهوا للمسألة دي. دلوقتي الفضاء شغال. نعم. ونحن برضو صامتين. فنحن أنا سعيد جدا بهذه السياحة في هذا يعني المجلس الطيب وهذه الدعوة. بس أنا طبعا أذكر هذا الفنان الجميل القادم من الأزرق سيد عثمان، يعني أنا بتذكره صبي صغير، لو دوم الصحة والعافية، صبي صغير يعني يا نعم، صبي صغير يا ودخل الاتحاد الفنانين وتربى يعني. بعد ذلك اكتشف نفسه، أول شيء عمل له طنبور بسلك، وثاني عمل له عود، وثاني لغاية ما بقى زول يعني. يعني ده نموذج لفن اصيل يعني. نعم. وغيره يعني، غيره موجودين في شرق السودان، في شمال السودان، غيره. نحن عايزين تفكير زول يفكر كده في انه هذا السودان عظيم جدا. يا سلام. وهو السودان برغم الاخفاقات وبرغم المطبات الحسب يمر بها حيظل عظيم، وثقافته عظيمه. نعم. وفنه عظيم، ونتمنى كلنا ان شاء الله نسهم في انه يعني نقيم حديقة الغناء الوارف لكل السودان كله. يا سلام. ونحن بنتمنى في الختام يعني نحن يعني عبر الفن نرتب كل الملفات الداخلية ونحل يعني السلام في كل رباع السودان إن شاء الله بفننا وبموسيقانا وببلدنا الغنية بكل هذا الجمال. احنا يعني مع الأسف وصلنا لختام هذه الحلقة. احنا شاكرين لكم جدا جدا، ونتمنى إن شاء الله أنه نواصل في هذه المواضيع المهمة. وتحية لكل المشاهدين في كل مكان على المتابعة.
احنا في ختام هذه الحلقه حنمشي على دارفور، ونتمنى لها دائما يعني نتمنى لدارفور السلامه، ونتمنى لها يعني دائما الرفعه ان شاء الله يا رب نشوفها من اجمل مناطق السودان. نختم عمر احساس، تحيه عمر احساس.